امبارح انا اليوم هي بكره الله يعلم مين. الحمد لله انهم شهداء برفع الراس. انا لي 5 شهور ابني مستشفى وبرفع راسي فيه الحمد لله. يا ريت نحن محلهم، يا ريت نحن عندهم احلى شهاده واحلى عرس بصير لهم. الحمد لله انا ابني كان خاطب 5 شهور وربنا ما اختار ان افرح فيه، ربنا اخذه عنده يفرح فيه في السماء. الحمد لله الله يرضى عليه. ووصاني قبل باسبوع محمد فوزي حشاش، قال لي يا خالتي يا حبيبتي يما، بحكي له يا حبيبي احكي لي حطيني عندي محمد، قلت له ما فيش وسع يا حبيبي، قال لي عنده جنبه فوقه تحكي المهم بدي عنده، وهي تسجيل الصوت عندي وديته للشباب وحطوه عندي محمد. الحمد لله طلبها ونالها، وكل ما يجيني على المقبره بحكي لي محلي فاضي لسه، بحكي له انا وصيت انه إلى